عالسلامة، مرحبا بكم في فيديو جديدة من سلسلة فيديوهاتنا معلومة في دقيقة. في الفيديو متاع اليوم باش نحكيه على أطول نهر في العالم، وأطول نهر في العالم هو نهر تشتهر به كثيرا أحدى الدول العربية، هو النهر اللي فكرت فيه بالطبيعة، نهر النيل. نهر النيل اللي يمتد طوله على مدى 6650 كيلومتر تقريبا، والدولة اللي مشتهرة بنهر النيل كثيرا هي دولة مصر العربية، كما يشق كذلك نهر النيل العديد من الدول اللي باش نقرأ لكم أساميهم، مثل السودان، إريتريا، أثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوراندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعد نهر النيل من بين أكثر الأنهار في العالم اللي يعيش حولها أشخاص، حيث يعيش تقريبا 300 مليون شخص حول ضفاف نهر النيل، وبالطبيعة تعتمد حياة الأشخاص هذوما على هذا النهر. كما أنه نهر النيل كان موضوع العديد من القصص لأشهر الحضارات القديمة اللي عاشت في القارة الأفريقية، مثل حضارة الفراعنة اللي حاكت العديد من القصص حول النهر هذا.